لو رحت على شخص لاتيني قبل 50 سنة حكيت له إنه فنزويلا البلد الأكثر تطوراً، الأفضل، الأكثر تحضراً في أمريكا اللاتينية في بداية القرن 21 حتكون الأسوأ حالاً، كان حكى لك توكل على الله أخوي بلا هبل. لكن أنا هلأ في فنزويلا في العاصمة كاراكاس، في هذا البلد اللي اليوم يعتبر من الأسوأ حالاً، مع أنه عنده أكبر مخزون نفطي في أي بلد موجود في العالم، 20% تقريباً من نفط العالم موجود هون. وبدي أخذكم معي لفة في كاراكاس، نحكي أكثر عن الوضع في هذا البلد، نحكي عن المدينة، عن الفلوس، عن الأسعار، عن كيف الحياة اليومية للناس في هذه المدينة. فهيا بنا. شايفين هون عمالهم بيطلعوا نفط، هذا النفط كان سبب خراب فنزويلا فعلياً مش سبب نجاحها. مدينة كاراكاس مليانة ببغاوات، مليانة مليانة بيطيروا بالسماء، فإذا بتحط لهم بزر الصبح بيجوا ببزروا معك. أنا هلا موجود في شارع البوليفار في وسط المدينة، وشوفوا شو في عنا بوسط المدينة بالضبط، شاورما، شاورما إكسبرس. لمستنا العربية موجودة كل مكان. قبل ما نعمل أي إشي خلينا نصرف فلوس عشان نعرف نتحرك بهذا الفيديو، وخلينا نحكي عن الفلوس بفنزويلا. 120 دولار، حدور على حد يصرف لي إياهم بالشارع. إن شاء الله ألاقي حد، لأنه موضوع الفلوس شوي معقد. Quiero cambiar a 20 dólares. Completo. Completo. ¿Cuánto es en bolívares? 480. بربح على ال 20 دولار تقريبا نص دولار. ¿Es peligroso caminar aquí con cámaras? No. No. ¿Seguro? Seguro. Pero ¿por qué hay gente que dicen es peligroso? Es como todo, en todos lados hay peligro. Pero tienes que tener cuidado. Cuidado, eso sí, cuidado. فهدول يا جماعة بيطلعوا معنا 20 دولار، هايها 480 بوليفار. طب بعد ما صرفنا الفلوس خلينا شوي نحكي عن الوضع المالي في هالبلد. لما توصل شو وضع الفلوس بالنسبة للفلوس بفنزويلا؟ اسم العملة بوليفار، لكن الموضوع شوي معقد. خلينا أفرجيكم، هاي العملة اللي كانوا يستخدموها في السنوات الماضية في فنزويلا، العملة بوليفار. في معي كمشة منها زي ما شايفين، هاي الكمشة كلياتها احكوا لي في التعليقات كم تتوقعوا قيمتها، راح احكي لكم بعد شوي كم القيمه. وهاي العمله اللي هي مستخدمه اليوم، هدول 1,000,000 بوليفار، هاي العمله 1,000,000 بوليفار، وهاي العمله 10,000,000 بوليفار. نشوف مين جاب الجواب صح. هاي الرزمه من المصاري تساوي 0، لانه فعليا هون معي 10,000 بوليفار، وال10,000 بوليفار ما بيعملوا إشي، بدك 10 رزم من هاي عشان تعمل بوليفار واحد من البوليفارات الحالية اللي هو 25 واحد منه بيساوي الدولار. ان دولارس كوانتو سون اسوس؟ اوه كوينتا eso era plata, eso era billete, era bastante pero ahora muchísimo. Ahora no. ¿Cuánto en dólares? Como 700 dólares allá aquí en el tiempo que existían esos billetes. 700. 700 este. Sí. Y ahora نادا قولوا لنا ولا إشي بتسوى هاي. ففعليا عشان نساوي دولار من هدول الرزم بدنا 100 ضرب 25، بدنا 2500 رزمة من هاي عشان نساوي دولار واحد. عشان يروح يدفع تيكت الباص شو كنت تعمل؟ كنا ناخذ تشيس في جوا المصاري. المصاري هاي هي عبارة عن ورقة من هاي، بس هي الفراطة تبعتها. وقتها كان ممنوع التعامل بالدولار قبل ما يعملوا العملة الجديدة اللي هي شالوا 6 أصفار وعملوا هذا البوليفار اللي فعليا قيمته 1,000,000 من هذا. فعليا حاليا اغلب التعامل بالمبالغ الكبيرة بتعاملوا بالدولار، لكن هذا الاشي عمل مشاكل اخرى اللي هي البلد صار كتير غالي. قبل ما نكمل خلينا نجرب اكل من اكلات الشارع. التشيتشا بومبا عندنا الاثنين بدولار، هاي مشروب غريب. اكله الشارع هاي غريبه شوي، اول مره بشوفها في فنزويلا، معموله من الرز
والباستا. Pero qué hay dentro el bebida? Arroz, leche, vainilla y azúcar. Gracias. A ver qué les parece. Si ya la probamos. El كاستين من هاي بدولار منتشرة في كل مكان عندهم. Gracias. خلينا نجرب الشيتشا. مكونات بسيطة بالعادة بحطوا فيها رز ومعكرونة ما بعرف كيف بيعملوهم بطبخوهم وبطلع عندنا مشروب كأنك عم تشرب آيس كريم دايب. بالنسبة لي رز دايب، رز مطبوخ دايب. عم تكسر التلج عشان تحطه جوا المشروب. إذا لسه ما عرفتوا ليش هذا صاير كلياته الموضوع مع العملة، هذا الشيء اسمه تضخم زي ما بتعرفوا. فنزويلا عندها تقريبا أعلى معدل تضخم لعملة في العالم 900%. أغلب الناس هون عم بيحولوا فلوسهم دولار، صار تعامل أكثر بالدولار عشان الناس ما تخسر قيمة فلوسها. طبعا أسباب التضخم كثيرة، إذا بدنا نحكي في هذا الموضوع بدنا فيديو كامل فما راح أدخل بتفاصيل أكثر. خلينا هلا بدنا نروح على مكان ثاني نشوف لنا موضوع ثاني. يلا كيتال a Plaza Bolívar. Plaza Bolívar. Para la repita. Sí, okay, okay. Dos y dos. Dos y dos. Dos y dos. Dos, dos. طبعا هون طرق المواصلات كتيرة. اما بتاخد من الشارع موتور بسموه موتو تاكسي او بتاخد تاكسي طبيعي، وفي ابلكيشن اسمه ريدري تقدر عليه تحجز اونلاين زي اوبر يعني. Este chofer bueno. وصلنا على بلازا بوليفار، اول اشي شفناه علم فلسطين. ما بعرف شو فيه بس هالايام في القصف على غزة للأسف الله يكون معهم، فاتوقع في شي تضامني يعني. هلا bien te conozco por el canal soy venezolana pero yo nací en el Líbano hablen hola al a Palestina mañana es que en Palestina lo que le pasó a Palestina al pueblo palestino ليش هلا ليش هلا يا انه el lunes se cumple un nakba mañana es que عن النكبه mañana es que عن كل شيء عم بيصير هلا بفلسطين. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, mi nombre es Ramón Medero, soy el presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, pero en este momento estamos apoyando la actividad que está llevando a cabo la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina. هلا السؤال، شو السبب اللي خلى فنزويلا تنهار بعد ما كانت من اقوى الدول في امريكا اللاتينيه؟ في كثير اسباب لكن السبب الأهم إنه فنزويلا اعتمدت اعتماد تام على النفط في كل العقود الماضية. أول ما لقوا النفط بنصف القرن العشرين اعتمدت فنزويلا على وجود النفط عشان تحسن اقتصادها، بدل ما تستغل هاي الثروة بتنويع مصادر دخلها كدولة، بتحسين البنية التحتية للدولة ولمنشآت النفط ولكل هذا الحكي، صاروا يستغلوا النفط فقط ياخذوا فلوسه يشتروا كل إشي من برا وبس، ما عملوا صناعات أخرى، ما نوعوا مصادر دخل الدولة. فمع الوقت والفساد الموجود وتضخم العملة وكل هاي الشغلات وارتفاع أسعار النفط، صارت الحكومة تحديداً في زمن تشافيز تأخذ هاي الفلوس وتحطها في أماكن تحسن من صورة الحكومة، تحسن من صورة تشافيز. كان يوزع فلوس على الفقراء، كان يشتري لهم أشياء، كان يعمل كتير أشياء في الدولة خلت الناس تحبه. لكن الإشي الأهم اللي ما عمله تشافيز إنه يحسن البنية التحتية لمنشآت النفط وينوع مصادر الدخل لفنزويلا. فاللي صار بفنزويلا بعد ما مات تشافيز ومسك بعده مادورو اللي هو الرئيس الحالي صار المتوقع. أسعار النفط بعد ما ارتفعت جدا والدولة كانت تصرف كتير على شغلات ما إلها داعي فجأة نزل، وصرف الدولة صار كتير أعلى من مدخولها. صاروا بطلوا يقدروا يصرفوا على ولا إشي، ما عندهم بنية تحتية كافية حتى لمنشآت النفط، بطل معهم فلوس يستوردوا الصناعات الأخرى من خارج الدولة. بالإضافة لهيك فشلت فنزويلا بكتير أشياء، منها إنه تخلي الديمقراطية موجودة. الانتخابات اللي صارت ب 2018 ونجح فيها مادورو بإنه يصير رئيس البلاد اعتبرتها الدول الأوروبية أمريكا كندا وغيرها من الدول انتخابات فاشلة، انتخابات مزورة نوعا ما،
وقرروا وضع العقوبات على فنزويلا. مع هاي العقوبات، مع الفساد، مع عدم تنويع مصادر الدخل، مع عدم صيانة منشآت النفط اللي هي كانت أهم مصدر دخل للبلاد، سقطت فنزويلا، صار كساد اقتصادي، كل شيء وقع، بطل في عندهم مصادر دخل، بطل في أكل. الناس بفنزويلا صار عندهم شغلة غريبة، 75% من الشعب صار ينزل وزنه بدون إرادته بسبب عدم وجود الأكل أصلاً. كانت أسوأ أيام على فنزويلا تقريباً من سنة 2016 ل 2020، هذيك الأيام اللي فعلاً كانت سيئة جداً، ما كان في أمان، ما كان في إشي، بس اليوم الوضع شوي أحسن. إذا لاحظتوا أنا هلأ موجود في بلازا بوليفار، هذا المكان اللي ختمنا منه أول فيديو نزل في فنزويلا. حبيت المكان، هيك ساحة حلوة، فحبيت أرجع له على السريع. خلينا نكمل هلأ على مكان تاني. حالك مجاش؟ أما بالنسبة للسياحة في فنزويلا، كمية الوجهات والتجارب فيها كتير كبيرة، شواطئ وغابات وسفاري وغير هيك، بس أفضل شيء تكون رايح وأنت مرتب مع شركة سياحية عشان يساعدوك بترتيب الرحلات، صعب ترتب رحلتك لحالك. لو عم تحضر الفيديو وناسي تعمل لايك وسبسكرايب، يا ريت تعملهم عشان عن جد كتير بيساعد. شكرا. والله حاسم أخذكم معي بمحاضرة إيش اسمها، الثقافة العامة، فإن شاء الله ما تكونوا بتزهقوا من المعلومات، بس حبيت عن جد تاخذوا فكرة عن البلد. ¿De dónde eres? Perú. ¿Por qué has viajado a Venezuela para trabajar? ¿Por qué? Porque en los años que yo emigré a Venezuela, el Perú pasaba momentos difíciles económicos. Sí. Y Venezuela era un boom, en el boom petrolero, y se ganaba mucho dinero. Ok. Entonces me quedé y así pasaron 33 años, pero hace 20 años esto se ha ido abajo. Sí. Los sueldos están abajo, la economía está mala. Hace 20 años, pero antes era muy bueno, se ganaba bien y tenía toda la modernidad, ¿no? En comparación a Perú, Venezuela era muy moderno, tiene autopistas, buenas autopistas, tenía de todo Venezuela. بعرفش هالحديث انطلق فجأة، يعني ما كنت ناوي أصور حتى، لحاله صار يحكي لنا عن الوضع. أما بالنسبة للأمان في هذا البلد، فنزويلا وكاراكاس تحديداً مش أمان 100%، لكن بنفس الوقت مش خطرة بالقدر اللي ممكن تتخيلوه وبنسمعه بالإعلام. هلأ الحي اللي طلعناه بأول فيديو، حي بيتاري اللي هو أخطر حي زي ما شفتوا، ما كان خطير كتير، حسب ما أنا أتوقع أنه جزء كبير من الناس الموجودين في فنزويلا هم نفسهم ما نزلوا على بعض الأماكن واختلطوا بالناس لأنهم خايفين من السمعة القديمة تبعت هاي الأحياء. على سبيل المثال بيتاري، لو تسأل جوا بيتاري حيحكوا لك ما في خطر، بينما هلا لو نسأل أي حدا حيحكي لنا أنا مستحيل أروح على بيتاري. دوس أمريكانوس y dos aguas por favor. Tengo una pregunta. ¿Sabes Pitare? Ajá. ¿Conoces? ¿Pero es peligroso? De verdad. Pero también es peligroso para más que todo Pitare. شايفين يا جماعة اللي مش من Pitare بفكرها خطيرة. Si yo camino en Pitare con nosotros cámaras, ¿es peligroso o no? Probablemente sí. Si vas acompañado puede que no tengas tanto problema. Pero si yo voy solo. Es mejor que no lo hagas. ¿No? No es recomendable. فهذا اللي لاحظته، انه حتى اهل البلد هون نفسهم ماخذين فكره غلط عن بلدهم. ولا التاميرا اكيد بدنا نروح على منطقه ثانيه عشان نكمل الفيديو. Gracias. Gente, Parque Miranda, Ruiz y California, Camino Pitare, Pitare Baloa. Pitare Baloa compuesto. Ruiz y California, Camino Pitare. Gente, Pitare Baloa compuesto, Pitare Baloa compuesto. Allah alek, Allah alek. Azuela, azuela, juy, suele. Gracias. Chao. 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 Ah. تشاو، حبيت نعملهم باي كلياتهم. دالويغو دالويغو. الخطر في فنزويلا انك تقطع الشارع والإشارة حمراء، انتبهوا، عن جد خطر. يا
¿Cuánto es el burger? $4, no, $5. $5 por uno. El burger هون ب $5. أكل شارع. $5. برجر دجاج مع بيض. سابروسيتا. Gracias. وجزء من الأوضاع الحالية طبعاً ممكن نشوفه لما ندخل السوبر ماركت. بدي أعرفكم شو الأسعار، إيش الشغلات موجودة، إيش. دخلنا بالغلط على مبنى المفروض كان إنه مول وفي سوبر ماركت، بدي أفرجيكم إياه. طلع في إيفنت غريب، كوسبلاي، ملابس الأنمي والألعاب غريب، أول مرة بكون في إيفنت هيك. لقينا الطريق للسوبر ماركت بعد العرض اللي كنا ماشيين فيه. ما بعرف شو بالعادة بتحبوا تشوفوا شغلات أسعارها في سوبر ماركت، قدي بتختلف عن باقي العالم. احكوا لي عشان بس أروح بلاد تانية. كيف كنت لما تيجي سوبر ماركت قبل 5 سنين؟ أخوي إحنا في عنا دكان منروح عليه، دكان أبو محمد، في عنده 3-4 أصناف. سوبر ماركت زي هذا أول مرة بخش عليه أخوي. خش. فنزويلا بكاش في ولا إشي على الرف، ولا إشي ولا إشي، يعني هذول كلهم ممسوحات، بقى صنف أو صنفين بس يدوب. ما كان في ولا إشي بالسوبر ماركت. يعني ولا إشي ولا إشي هذا كلياته هلكته كثير فانس الإشي. شو في بحر، في مليون صنف هلكون. حتى الأرينا بكت الناس تتشفشف، بس جيس واحد يعني بكيت واحد لشل بني آدم اللي يبكى فيه معاه بكيتين زي اللي مهرب مخدرات. وضع كان كتير سيء، مين ما تسأل بحكي لك هذا الحكي. بكل العقوبات الموجودة عندهم، لكن الكوكاكولا إلها وجود. حاليا عندهم كل شيء، مخللات، الزيتون، كل شيء كل شيء. ¿Cuánto casi? Es en dólares ahorita son 3.5. ¿Fue más caro o más económico? No, era menos. Generalmente Venezuela ahora es más caro de antes. Exactamente, sí, super más caro. هون كيلو دجاج المفرز صدر ب $6.70. عندنا الدجاج الفخدات ب $4 الكيلو. وحاليا حتى الطحين يعتبر كتير غالي في البلد، فبتلاقي الخبز نفسه نوعا ما غالي. خبز التوست يعني عندنا هاي ب $3، عندنا هاي ب $2. خبز البرجر 8 حبات ب $4.50. مش عم بشوف ولا علبة خبز سعرها أقل من $3 تقريبا. كيلو السكر ب $1.50 تقريبا. أما بالنسبة للحليب فأغلب أنواع الحليب عم بشوف اللتر ب $2.50. كل إشي غالي. الشيء الوحيد اللي حسيت أسعاره نوعا ما منخفضة هو الخضار والفواكه. يعني شوفوا معي، في عنا كيلو البندورة هون ب $0.80، كيلو البصل $1، كيلو البطاطا ب $2.50 تقريبا. من الفواكه القليلة اللي لقيتها كتير غالية في فنزويلا الأفوكادو، كيلو الأفوكادو ب $6، كيلو الموز ب $1.20. شو حابين تعرفوا سعره؟ روح. طبعا فنزويلا هلا فيها امان نسبي زي ما حكينا، لكن مش دائما كان الامور هيك، فبالتالي لما تحاول تطلب سياره اجره على التطبيق تبع زي اوبر هذا، في عليه كثير خيارات. لما تيجي تختار بدك سياره، بتقدر تاخذ سياره عاديه، بتقدر تاخذ سياره كبيره، بتقدر تاخذ باص، لكن العجيب انه كمان تقدر تطلب سياره مصفحه زي ما شايفين هون عنا بلندادو. هيها بلندادو، واذا بتكتبوا بلندادو على جوجل حيطلع لكم صور سيارات زي دبابات. ما بعرف مين بيستخدمها، يمكن لو حدا معاه كتير فلوس وخايف بده يطلع فيهم، ما بعرف. بس في خيار سيارة مصفحة، كمان في خيار بيك اب، في خيار انك تطلب موتور سايكل. المهم هلا بدي اطلب سيارة عادية نروح فيها على البيت. اي سيارة بتطلبها برن عليك على طول وبيحكوا بالاسباني. اذا ما بتيجي هون تحكي اسباني حتتغلب شوي صراحة. كتير ساعدني اني تعلمت شوية اسباني قبل ما اجي على البلاد اللاتينية. كونوسس بيتاري؟ بيتاري بوكو. بوكو. اس بيليغروسو اي؟ سي. سي؟ نو بودو كامينار اي كون مي كاميرا؟ حتى اورا نو. انتبهوا يا جماعة، حد يروح على بيتاري ويصور فيديو يوتيوب بدون ما يكون معاه حدا وياخذ معاه كاميرا ويصور ويمشي بالشوارع ويسأل الناس زي ما انا عملت، انتبهوا.
فزي ما حكيت لكم حتى أهل البلد عندهم صورة خطأ عن الأحياء. يمكن نوعا ما زي ما عندنا في الأردن في عمان، اللي عايشين في عمان الغربية بتحكي له الوحدات بيخاف بحس. وهيك في نهاية الفيديو إن شاء الله تكونوا عرفتوا أكثر عن الوضع الحالي في فنزويلا والمشاكل اللي بتصير فيها والحياة اليومية كل شيء، يعني إن شاء الله تكونوا استفدتوا. أنا شخصيا بعد ما فكرت شوي في المشاكل الموجودة في فنزويلا لقيت الحل، حاب أشاركه معكم أنا وعبد الله. جاهز؟ جاهز. يلا يلا. يا فنزويلا يا فنزويلا يا فنزويلا بيو بيو. هيك اتوقع كثر اصفاركم يا جماعه. كثر الله اصفاركم. سلام. بيتاري زاروسا رويز كاليفورنيا كامينو بيتاري انت بيتاري على كومبوستو بيتاري على كومبوستو. الله عليك الله عليك. Muy bien.